طيب احنا معانا الفنان عمرو وهبة مرة تانية. مساء الخير يا عمرو. مساء النور، ازي حضرتك؟ الله يخليك. ايه ضيفة الحاجات محترمة اللي مع الحلوة؟ حضرتك، الله، دكتور ربنا وسيم يخليك. سامعك، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. طبعا الفيلم اللي تابعناه والاحتفالية كلها انت كنت في قلب الحدث بقى الحمد والاستعداد لله. والكواليس، فانا عايز اسمع بصي الاول انطباعك، انت حسيت بايه يا عمرو؟ والله انا بجد مفيش فنان او مفيش بني ادم في مصر بعد نقل المومياوات ما كانش غيران او ما كانش عايز يشارك في حدث كده بعد ما شاف نقل المومياوات. فاول ما كلموني على الموضوع بتاع افتتاح اعاده سحر الكباش، اولا انا كنت مبسوط ان احنا هنعمل حدث تاني بالحجم ده والناس كلها بتتكلم عنه والعالم بيتكلم عنه، وحاجه انا من الناس والله واعتقد كل المصريين كده بيصعب عليهم يبقوا ماشيين او شايفين حاجات تاريخيه ومش بتتعامل كويس. فلما بشوف الحاجات بترجع تاخد حقها وتاخد الفاليو بتاعتها في مصر وفي الدنيا كلها، الواحد بيرتاح شويه ان هو، لان احنا حضرتك بتشافي وتشوفي احنا بجد في ناس بيعملوا تاريخ من ولا حاجه، يعني هم بيحاولوا يعملوا بلادهم تاريخ. صح. احنا عندنا ده، يعني انا يعني حضرتك لو سافرت بره هتلاقيهم مثلا مبنى من 1930 وعاملين مناظر وعاملين ده حته حجر كده بيعملوه حاجه. لا او 1900 اصلا، كلمه 1900 دي اصلا خليك ان بتعملوا ايه يا جماعه، يعني ده بيتنا ادم. فاحنا عندنا التاريخ اصلا موجود وعندنا الحضاره موجوده، فكنت مبسوط جدا ان انا ان الحدث ده هيحصل، وكنت مبسوط اكتر ان انا هبقى يعني مشترك فيه، فما ترددتش ثانيه طبعا ان انا اروح جري يعني. طب قول لي يا عمرو، كشاب وشباب حواليك، وشوف طبعا السوشيال ميديا والترند اللي طلع، وكان دكتور وسيم بيتكلم من شويه ان ده شيء مهم جدا انك تفكر الشاب بانتمائه وبلده وبعظمتها وحضارتها، وان انت ابن الناس دي، ابن الاجداد العظماء، شفت ردود الافعال ازاي يا عمرو؟ بصي، هو اللي حضرتك قلتيه ده وللدكتور قالوا، هو ده الاستاذ سامي محسن مخرج الفيلم قالوا لي اول حاجه. قال لي عمرو احنا اللي عندنا مشكله ان الشباب عندنا مش عارفين ان احنا عندنا في البلد هنا حاجات حلوه كده وحاجات قيمه كده وحاجات الناس في العالم بيتمنوا يشوفوها. فاحنا عايزين نوصل ان الموضوع يا جماعه مش لكبار السن، مش للاجانب بس، مش للناس اللي غاويه اثار بس، لا هو ممكن اي حد يروح يتبسط ويبقى هي جميع انواع السياحه. والفيلم حلو ان انتوا كلكم شباب في الفيلم، يعني برضو ده الحمد لله. هم كانوا عايزين يوصلوا المعنى ده ان هي البلد شبابيه وان هي مش لازم السياح الكبار في السن هم اللي يجوا، لا احنا كمان كمصريين لازم نروح وكذا. فاللي حضرتك قلتيه ده هو كانت وجهه نظر الاستاذ تامر محسن مخرج الفيلم، رقم مخرج العظيم يعني اللي عامل فيلم، يعني انا شاركت في ثواني بس الفيلم كله حلو بصراحه. يعني كل حاجه كانت حلوه 10 على 10 ما شاء الله. يعني جامد، الترنيمه مهمه قوي. الترنيمه صح، كله كان جامد. تعب وتعب مش طبيعي، انا رحت يومين صورت، انما الناس دي قعدوا شهور وبيصوروا وبيعيدوا والتنظيم، لا في ناس بجد مشقه في الفيلم دي، في الفيلم ده جدا، فانا بحييهم كلهم. وعلى قد التعب جه النجاح والناس كلها مبسوطه بره وجوه العالم كله. يا رب دايما، وعقبال افتتاح متحف القاهره، متحف المصري الكبير ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا عم. ربنا يخليك.